غني لي غني شو غني الموال او الله يا سيك ولا ولا اخوة ولا اخوة ولا هون احلى انضف من هونيك اكيد هون انضف من هونيك مع العالي وهدير العالي عبالك شو المشكلة؟ شو المشكلة؟ ما بعثه ما بعثه هذا سندباد فكره قال يعني أنا كنت مش دابل كل المشكلة هي شو المشكلة هيك عطول هيك واقف هيك يا نصيف هو فري ستايل هذا لانه انا فري ستايل ايه بس كثير هيك بس بدك تنتبه اسمعوا يا جماعه لما تلبسوا ثياب اي متى تلبسوا ثياب هودي؟ قبل بنهار قبل؟ قبل بنهارين تقريبا شو بنعمل لما نلبس ثيابنا اول مره؟ شو نجربهم شو بنعمل كمان؟ نرقص فيهم شو بنعمل كمان؟ نشوف كيف نجرب نشوف حالنا بيلبقوا لنا ولا قصار علينا ولا قصينا مقصرينك ولا لا يا نصيف على الثياب؟ لا لما الثياب كلهم مقصرينهم اعتراضنا على الثياب كلهم بغض النظر ثياب منيح انا ما شفتهم منيح بس لا بس العبايات كلهم مقصرينهم لحظة خيي لحظة يا خيي مقصرينك ليش مقصرينك؟ اذا مقصرينك انا ما بقولش بعمل هيك واحد بفكر انه ما بينزل زيادة بيوقف لا صبايا رحمة وين هي؟ أول شيء بعد توقفوا دريار خلوه شوي شادد كلكم تنزلوا هيك كلكم توقفوا هيك طلعوا كلكم هيك والشباب كمان حلو الواحد يكون راخي وقفته بس دايما وقفتي هيك ما بحياتي بوقف هيك يا بوقف هيك وبشد شوي من هون بشد من هون هون شوي اوكي شد هيك انا واقف هيك مثل الرمح شوي بوقف اما ما بفتح اجري بشعل وقفه على المسرح كثير ضلني هيك واذا بدي اوقف دائما بتكي على هاي شوي حتى يضل هيك ضلني هيك كانه يعني شوف كيف تحس حالي انه رسول ما بوقف هيك اذا عملت هيك لورا اذا عملت هيك لورا ما بقعد بقشط لورا لانه راسا هي بتدعم لي الدريه تبع بتعلي لانه كلكم حتكونوا خاصة بتوقفوا هيك انت رياض ما لها علاقه فهمتوا شو عم بقول؟ دائما عندكم خاصة كلكم والبنات عندهم شعور مش انت بالنسبه لاكثر شيء رحمه وطاهر شوي هيك عندك شوي خليكم هيك دائما الوقفات هيك احلى شوي هيك اشيك شوي او اذا حدهم هيك انجا تحسوا انه واقفين خليكم واقفين هيك وقفه كثير فيها استعداد مش هالوقفات اللي مش عارف حاله الواحد شو بده يعمل ضايع انت بفحص حالي لبسوني ثياب بشوفهم اول شيء حاسس حالي قصير شو يا شباب قصير قصير فاذا ما بقعدش بعمل حركات هالقد وبزخ الارض هيك بصير بعملهم هيك ضلني عالي كان لقيت معي واحد حد مشت ثيابك انا لبسته وطلعت ما عملت مره يعني بس ما في هيك مناظرنا بشعة قلت بس ما مشكلة لا مش 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 انا مش حبينا نحن ما حبينا الثياب انا يا خيي مش كل شيء بدك تحبه غير شكل طالع يعني نصيف مش كل شيء بدك تحبه اكيد اكيد بس يعني ما مثل المدرسة عم بقول مش كل شيء بنحبه بكون تتعلموا في شيء فارق عم بقول لك الملاحظه هي شو هي هاي ليش بدك تبرر لي انه اذا حبيت الثياب انا مش جيب لك بيير كارداني يعمل لك اللوحه فهمت شو قصدي؟ انه القصد اللي باخده بشوف حالي فيه شو بده تظبيط دغري وعلى اساسه بتصرف كل وقت هيك ملاحظه انه هيك ما فيش غير الحركه هاي يلا في مليون وحده غيرها بشرف اقول له بتدبكي عادي بترقص انا ما بعرف ارقص بعرف ارقص دبكي اكثر منك هو خطوه ما فيش غيرها هاي الوقت هاي ليش هيك؟ منيح يتحرك لك اللحن احلى من القوف سمعت؟ القوف مش منيحه اول شيء بدايتها منيح بعدين راح ضاعت بس رجع شوي عمل كم حركه زي
ايه عملتوا لها مثلا مش ازاي يا مكبول بلينك يا حال انتبه وقت الموسيقى عم بغني الكورال شو بعدك عم تعمل وحدك هيك دم دا يوم دا را را رم بعد شوي بعمل اشياء كل الناس تعملها انت كيف؟ شوي هيك هيك لحظة بعدني مصر انك زدتها كثير بالحركة هاي ها هونيك بتعمل شيء انت كل وقت عم تعمل بس هيك صارت خلص ليجات والموسيقى صارت اوحش كثير يعني غير مطلع ما غني شعلي ها شو رايك بالبر؟ فنجان قهوة يدور دار هو مش عارف ليه فنجان قهوة يدور هي في نشاز هون ايه؟ والسيف يا عزون السيف دم الرب مجبول افتح تمك بلا حكي افتح تمك واحرف احسن انتبه مرات عم بيشط منك اللحم يا يعني فيك تفل بغير طريقه كل فلته هيك صار مش رايح على البيت هيك مرحبا يا امي كيف صحتك كيفك مختار كيف الوزير كله رايح عنده هيك فل بغير طريقه راسك اللي بدك ترقص انت وياه وانبسطت وفل عادي اوكي بس هو ظهرت الوقت اول الاخير لا مش بدك بلي صار مش هيك قلت لك اللي صار اكيد لو قلت لك كمان عملت شيء روعه كنت قلت لك روعه الأولى سي شوي الثانية أحلى ها؟ منيح اللي فيه نفس سحر بطيل عيني المحتفى ريما المهام ركوش صبايا هوي مش ترللا ترللا الرقصة مش عارف شو نعمل هلا بنبرم هلا بنبرم هلا بنبرم فهمتوا كيف انه هلا شو علي هلا هيك عم تحكوا بعضكم كمان بعد شوي نفسي هلا هيك عم نشوفه نحن لا بحكيته بس هيك رح يطلع هيك عم يطلع لنا نحن هيك عم يطلع هي عم يطلع لنا قلنا هيك الحركات هلا هيك نعمل هيك مني هالاخيره مني هالاخيره عم تعمل هيك ايدها مش هيك الايد ها اخر وحده بتدبك مش هيك الايد هي هيك انه هيك يا هيك يا خليها عادي خليها ليجاتو انت انسه وجمال الانسه هي انه ليجاتو ايدها ايه يعني هيك بتاخذ بعضها رائعة هونيك ناس انت سحر بطيل عيني المحتفى
استاذ اسامه. منيح كتير. منيح؟ ايه. مثلا هو لازم يقشط شوي وانت تطول شوي، فهم كيف الفرق؟ هو ضل كتير مشنع. سرد الفرس مشغول. مش منيح على الفينال.